تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم النهاردة في المحاضرة الثانية بالنسبة لأسس أخلاقيات العمل الإنساني والعمل العام. لكل عمل له أخلاقيات، وكل أخلاقيات لها أسس بتقف عليها أو بتمنحها أو بتساعدها في عمل هذه الأخلاقيات. العمل الإنساني عن فضفاض يخدم كل الأحياء، وله معايير وله أطر وله سياسات وله نظريات وأطروحات. والعمل الإنساني اللي احنا تعودنا عليه هو عمل غير سياسي وغير متحيز إلى جانب دون جانب. هناك فارق ما بين العمل العام، انك تكون انت شخصية عامة تعمل في العمل السياسي او العمل الاقتصادي او العمل الاعمال الاخرى، او تعمل في العمل الانساني اللي هو لا يفرق بين جنس او لون او خلفية ثقافية او خلفية دينية او خلفية سياسية. الشريحة الثانية، الشجرة دي عاملة زي الإنسان مننا بالظبط. الشجرة زي الإنسان، لا ادفع من رحصة. الشجرة زي الإنسان، ليها جذور وليها ثمار. الجذور دي بتمثل ما يكون داخل الإنسان من قيم وإيمانيات وثقافة وطرق التربية المختلفة التي تربى عليها. الثمار اللي احنا شايفينها بالألوان المختلفة دي تعتبر هي الأخلاقيات المختلفة اللي بتعامل بها الإنسان مع كل فرد في المجتمع. أنا بتكلم في الموضوع بتاع أسس الأخلاقيات مش الأخلاقيات نفسها. كنا مسافرين الأسبوع الماضي لبلجيكا، دي بقى اسمها بروكسل، عشان نحضر عن دور المؤسسات الخيرية ذات الطابع الديني في مناطق الصراعات، واللي كان بترتبه الاتحاد الأوروبي مع جامعة جورجيا في أمريكا، مع كذلك البريتش كونسل اللي هو المركز الثقافي البريطاني في أمريكا، زائد اللي هو وزارة الخارجية الأمريكية، بس كان تحت رعاية الاتحاد الأوروبي. واحنا في القطر مسافرين كنا بننظر لبعض الاستشكالات التي تصيب العمل الإنساني داخل بريطانيا وخارج بريطانيا من تصرفات أخلاقية غير سليمة، طرق التنافس، التحدث أو الغيبة والنميمة بين العاملين، التسابق لاختطاف النجوم لكي يمثلوا جمعية دون جمعية، الاهتمام بالصورة قبل المضمون وغير كده. وهذا لا يصيب فقط العمل الإنساني، لكن يصيب أعمال كثيرة جدا بنقوم بها في المجتمع. فتطرق الحديث إلى كلمة أخلاقيات للإتكس، لابد أن نضع لنا هذه الأخلاقيات. فنرجع، فالإنسان ده الشجرة دي بالضبط، كل منا شجرة مثمرة، كل فرد منا شجرة مثمرة مهما كانت، أو بغض النظر عن أنواع الثمار، كانت مفيدة للمجتمع أم كانت مضرة للمجتمع. الصورة الثانية، نحن نعيش في هذا المناخ، العالم كله ويربطه هذا المناخ من شماله إلى جنوبه إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. مشاكل كبيرة اللي بالأحمر احنا شايفينها دي، للجهل والفقر والمرض والتطرف والغلو
النزال والإرهاب ها والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية والتصحر والجفاف إلى آخره إلى آخره، وأمراض تانية كتيرة مجتمعية بتصيب العالم. دي اللي هي جزء منها اللي بتسميه الأمم المتحدة دلوقتي اللي هي أهداف الاستدامة التنمية المستدامة، 17 هدف التنمية المستدامة. نحن نتكلم عن بعض المشاكل اللي بتتدخ لها مؤسسات الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي في محاربة هذه المشاكل من خلال اللي هو أهداف التنمية المستدامة. مناخ اللي احنا بنعيش به في العالم بيتحكم فيه ثلاث دوائر أساسية، اللي هو فيها المناخ الأمني، مناخ الاستخباراتي، والمناخ المعلوماتي المفتوح، مجموعات التصنيف الفكري ومجموعات التصنيف الفكري. كل هذه الأشياء بتحدد شكل المناخ اللي بيعيش فيه الإنسان في العالم حاليا، سواء كان هذا الإنسان في غرب القارة أو في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي أو في شرق القارة أو في وسط القارة. غض النظر، هؤلاء هم المتحكمون في يعني وضع هذا المناخ الذي يحدد أو يقلل أو يمنع العمل أو يسمح بالعمل في أماكن كثيرة. لكن المشاكل الكثيرة دي كلها نتكلم عنها وغيرها، في أمراض كثيرة جدا 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 بتصيب المجتمعات. ففي وسط هذا المناخ على العاملين في العمل العام وخاصة العمل الإنساني أن يلتزموا بأساسيات أخلاقيات العمل العام والعمل الإنساني. الشريحة اللي بعد كده هنا في المثلث الكبير ده اللي فيه بعض الأسس، وفي الدائرة الصغيرة دي كلها نسيت أحطها في المثلث. أهم أساس من أسس العمل العام والعمل الإنساني هو الإيمان، بغض النظر عن دينك وثقافتك وعرقك وتاريخك وموقعك الجغرافي. بغض النظر، أن تكون مؤمن بخدمة المجتمع سواء كان في العمل العام سياسي أو اقتصادي أو إلى آخره، أو في الأعمال الإنسانية اللي إحنا بنتكلم عنها. ده أهم ركيزة، لأن زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحدث أو حدثنا أن الإيمان ما استقر في القلب وصدقه العمل. الركائز الأخرى اللي بتحدد أساسيات هذا الإيمان هي المجموعة دي، أنا حطيتها منفصلة، في الأسرة. الأسرة التي تتربى فيها هذا الفرد، والقيم الأخلاقية مثل هذه الأسرة التي ترعرع بين ربوع أحشائها هذا الطفل، الزوجة الأم والأب، الأمومة والأبوة، الأخوة ما بين الأولاد، الأسرة الممتدة اللي فيها الخلان والأعمام إلى آخره إلى آخره. بتؤسس أساس قوي جدا في أخلاقيات الفرد. نمرة اثنين، المدرسة اللي بتعلم فيها الشاب أو الشابة، الفتاة أو الفتاة، الطفلة أو الطفلة، من الكتاب والكندر جاورد اللي هنتكلم عنها، اللي احنا بنسلم فيه أطفالنا لبعض الناس بيعلمهم ثقافة تختلف عن ثقافة المجتمع تماما، عشان يتكلموا لغات مختلفة هي بعيدة وغريبة عن المجتمع. مدرسة نفسها، ودور المدرسة في وضع أسس الأخلاقيات. الثالثة، المؤسسة الدينية، وهل هذه المؤسسة الدينية هي مؤسسة جاذبة للطفل أو مؤسسة طاردة للطفل؟ مؤسسة جاذبة للأسرة أو مؤسسة طاردة للأسرة؟ كل هذه الأشياء بتؤدي إلى تأسيس أخلاقيات الفرد منذ طفولته. الرابعة، الإعلام. أي نوع من الإعلام أولادنا بيتفرجوا عليه في التلفزيون أو في السينما أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام، أخلاقيات الإعلام
إذا كان الإعلام ليس لديه أخلاقيات فبالتالي الانعكاس طبيعي على الطفل والطفلة والمجتمع هيكون أطفال وشباب ومواطنين ليس عندهم أخلاقيات هذه أو ثقافة هذه الأمة التي يعيشون فيها. والخامس المجتمع الكبير اللي بيعيشه الطفل، تعاملاته بينه من أفراد وبعضها البعض، ثقافة المجتمع، قيم المجتمع، ها كل هذه الأشياء زائد الإيمان بيأسسوا أساس قوي أو ضعيف ها لأخلاقيات الشاب والشابة التي ستنشأ أو الذي سينشأ في هذا المجتمع أو في هذه الدولة أو في هذا الوطن. لذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث تخيروا لنطفكم، فإن العرق أساس، يعني مش أي واحدة جميلة تتجوزها وتنكح المرأة أو ينكح الرجل، تنكح المرأة أربعة جمالها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وينكح الرجل لدينه لدينه. فما ننظر للأسرة ودورها اللي بتكون المجتمع الصغير والمدرسة والمؤسسة الدينية والإعلام والمجتمع، نجد أن هذه الثلاثية تمثل ركيزة قوية جدا 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 في وضع الأساس، ثبت الأسمنت اللي داخل جسم الطفل داخل جسم الطفلة، ثبت الأسمنت اللي هتبني عليها عمارة بناء هذا الطفل المجتمعية التي تخدم المجتمع وتنبني عليها كل هذه الأشياء اللي نتكلم عنها بعد كده. بعد هذه الصبة الأساسية في أسس الأخلاقيات ورأس الأخلاقيات نفسها، النية الشخص الإنسان الذي يعمل في العمل الإنساني أو العمل العام لابد أن يضبط نيته يوميا أو كل ساعة. لماذا يعمل في هذا العمل؟ أيعمل من أجل الشهرة؟ أيعمل من أجل الكسب؟ أيعمل من أجل التنافس مع الآخرين إلى آخره؟ أيعمل من أجل خدمة الإنسان؟ أيعمل من أجل خدمة البيئة؟ أيعمل من أجل يعني رضاء الخالق سبحانه وتعالى إلى آخره؟ النية دي مهمة جدا في العمل، وفي العمل العام لابد أن تكون متجددة كل ساعة مش كل يوم. لما بنخش في الصلاة بننوي تكبيرة الصلاة، أو أخواننا المسيحيين أخواننا الدولة يوم نادي في لما يجوا يصلوا مع الصلاة بتاعتهم، ها في كل صلاة في نية، في كل عمل في نية، وفي كل قول له نية. فالنية دي مهمة جدا 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 مع العمال. أنا مش هقول قادة العمل الإنساني وقادة العمل، لا، العمال الخدمة العمل الإنساني والعمل العام. الصبر لأنها صفة من صفة الأنبياء، صبر على صعاب يعني صعوبة المشاكل بتواجهها، الصبر على قلة المال لأن تاخد أن الكس تكسب من العمل الإنساني الوظائف لا تعطي نفس المال الذي تكسب به الإنسان من العمل التجاري أو العمل الآخر، صبر على أن الناس بتغتابك أو تغتابك، صبر على التعامل مع الناس سواء كان الناس دول من عامة الناس أو سواء كان الناس دول من الفقراء والمساكين والمرضى إلى آخره. فما يأتي أحد من عمال العمل الإنساني أو العمل العام ولا يكون عنده هذا الأساس، هو أساس الصبر في شخصيته التواضع، وإن كان هو شيء من الأساسيات لكنه أصلا أيضا هو شيء من الأخلاقيات. أنت تعمل مع من يدفع لك راتبك، أنت تخدم مع من يدفع لك راتبك، فلا بد أن تتواضع وتنحني إلى هذا الفقير صاحب المال الذي ينفقه عليك من التبرعات العامة. وهذا ليس شيء له مجال في النقاش أبدا، لقاعدة
سليمة من أساسيات أخلاقيات العاملين في العمل العام والعمل الإنساني. يبقى خمس أساسيات دول: إيمان، النية، الصبر، التواضع. التواضع بكل أشكاله، ودي أيضا صفة أخرى من صفات الأنبياء، ثم إنها صفة أخرى من صفات المصلحين الاجتماعيين في كافة المجتمعات. الصدق، كيف أتعلم الصدق ويكون أساسية من أساسيات أخلاقي؟ كان في مثل زمان واحنا صغيرين بيقول لك ايه، اذا كان الكذب بينجي مره يبقى الصدق بينجي الف مره، اذا كان الكذب بينجي مره يبقى الصدق بينجي الف مره. فالصدق لا مش يكون بس خلق، لكن يكون اساس زي الجينات اللي موجوده داخل خلايا الانسان، تمشي في كل خلية وفي كل وريد وفي كل شريان داخل جسم الإنسان. صدق ما لابد أن أكون صادق مع أبناء المجتمع، صادق مع الفقراء، صادق مع المانحين، صادق مع الرؤساء، صادق مع المرؤوسين. وكذلك ده يكون خاصية عندك وأيضا وأساس للمسؤولين الكبار، سواء كانوا وزراء أو رؤساء وزراء أو رؤساء دول أو رؤساء حكومات أو ملوك أو إلى آخره. كل هذا ينطبق على هذه المجموعة التي سبقت، على الناس من العاملين في العمل الإنساني أمثالنا والاجتماعي، لكن على أيضا من تكون في من يعتقدون أن مقاليد الأمور في أيديهم. المسألة، متوقع ان كل وقت وكل لحظة ستسأل عما تفعل، ليس فقط من سحب الله من الله سبحانه وتعالى خالق الكون، ولكن من اي فرد في المجتمع. وهذا العامل ليس فوق المسألة، وهذا المسؤول ليس فوق المسألة، يسأله ايا من كان من ابناء المجتمع، سواء كان هذا السائل من أصحاب المقامات المرموقة أو كان هذا السائل أو هذه السائلة من المساكين. ده حق لدى المواطن تجاه من يتصدر للعمل العام، حق وليس يعتبر تفضل. مساءلة ده كن هنا وانا منتظر واجيب على السؤال بشفافيه وبحب وبتقبل لمثل هذه الاسئله. المرجعيه، يكون عندي دائما مرجعيه. اذا لم اكن اعرف الاجابه فارجع لمصدر من المصادر لكي يساعدني في الاجابه. ممكن تكون مرجعيتي دينية، ممكن تكون مرجعيتي علمية، ممكن تكون مرجعيتي ثقافية، ممكن تكون مرجعيتي أي مرجعية أنا عندي. وفي نفس الوقت إذا في جزء من مرجعيتي أن أنا أكون رجاع، إذا أخطأت أعترف بالخطأ بتاعي أيضا. يبقى المرجعية والرجوع للحق يكون أيضا أساس من أسس الأخلاقيات التي لابد ولزاما على عمال العمل الإنساني والعمل العام أن يمتهنوها داخل أفئدتهم. مرجعية، احنا مش عايزين بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في معنى الحديث على كلمة اسمها الرويبضة، اللي هو من هؤلاء؟ هم يعني جهلاء القوم الذين يتصدرون المجالس ويتباهون المجالس، فلا بد من يعمل في هذا العمل يكون عنده علم في التخصص اللي بيعمل فيه. انا هشتغل في جمعيه ما او في حزب ما وفي منطقه ما
وفي تخصص ما في الميه ولا في الايتام ولا في الزراعه ولا كنا انا فاهم بتكلم عن ايه قبل ما اخش. لا افتي بما لا اعلم. فتخصصي هيكون سياسي كعضو مجلس الشعب او عضو مجلس امه او عضو برلمان. اعرف حقوق المواطن هي ايه؟ واعرف حقوقي وواجباتي هي ايه؟ واعرف دستور وطني شكله ايه؟ واعرف المجالس اللي داخل هذه اللجان اللي داخل المجالس تخصصاتها ايه؟ واعرف كيف ابني التحالفات من اجل خدمه المواطن. لان الدخول في مثل هذه المجالس النيابيه او المجالس الانسانيه او الاجتماعيه او الاقتصاديه الى اخره لابد ان تبنى على العلم والتخصص. لابد الا يعتليها هؤلاء الانتهازيين من رويبضات المجتمع. مش بس معرفة التخصص، معرفة المجتمع اللي أنا بشتغل فيه. قد أكون أنا عايش في العاصمة. أنا بس بضرب المثل على مين؟ بضرب المثل على النيابيين اللي هم أعضاء البرلمان. لكن أنا مولود في قرية من قرى الدولة، فأنا بروح أنجح في القرية لكن لا أدري أي شيء عن مشاكل هذه القرية وعن أهل هذه القرية وعن ثقافة هذه القرية إلى آخره، إلا أن أروح لهم أيام الانتخابات علشان آخذ أصواتهم وأرجع، فلابد أعرف المجتمع اللي أنا بشتغل فيه. بالنسبة للعمل الإنساني أيضاً قبل أن نعمل مع أي مجتمع ما نعرف هذا المجتمع، المجتمع ده محافظ، المجتمع ده أخلاقيات شكلها إيه، المجتمع ده مين مفاتيحه، السلطان، شيخ الحارة، العمدة، المفتي، شيخ المسجد، القسيس في الكنيسة، الاحبار في المعابد الى اخره الى اخره الى اخره. لابد اعرف المجتمع اشتغل فيه قبل ما اروح، لان هروح اشتغل مع مين؟ مع ابناء هذا المجتمع. لابد احنا نتحدث اليهم قبل ان اتحدث اليهم، اعلم من هم وكيف اتحدث اليهم. العلم المعرفه التخصصي ده مهم جدا من اساسيات الاخلاق، لان ممكن يكون عندي نقص في العلم ده او في العلم ده فينبني عليه أشياء المجتمع يختلف معاها فيها. يكون معايا أيضا ركيزة الأخذ بالأسباب. كل هذه الأشياء بتؤدي إلى أن أنا ما بيتصرف قبل أن أخرج بتصرف انعكاسي لمشكلة ما أكون تحققت من كل شيء موجود عندي في هذا المجال. هذه الأشياء مهمة جدا 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 كقواعد ثابتة في كل شيء في العمل العام، اللي هو تقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، عدم التكسب، سواء كنت أنت تشتغل في عمل سياسي في برلمان ما أو في مجلس شعب ما إلى آخره، وتعلم أن مصلحتك الشخصية ليست مجال يناقش على الطاولة، وأن تخدم من أجل، يعني أنت تصدرت لمثل هذا العمل من أجل المصلحة العامة لكل مواطن، ليس من أجل التكسب والحصول على مكاسب ومنافع شخصية لك. وده أيضا أساس من أساسيات تصرف هؤلاء الناس حينما يختلطون بأبناء المجتمع، لأنهم لا ينظرون إلى المجتمع فيتلاونون مع مصالحهم الشخصية من أجل كسبها وينسون المجتمع. التلون ده، لماذا التلون ده؟ لأن القاعدة الأساسية للأخلاق داخل قلب أو فؤاد أو جسم هذا الشخص ها ليس من أجل خدمة المجتمع. قاعدة أساسية خربانة تقدم المصلحة الشخصية والتكسب على المصلحة العامة. قاعدة خربانة، خربانة من هنا وخربانة من هنا، خربانة. فلابد لما حد يتقدم لوظيفة مثل هذه الوظائف
أن يعرف تاريخي، تاريخه أن يعرف سلوكياتي، أن يعرف من أين أتى، كيف نشأ، مع من عاش، كيف تصرف مع زملائه، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أن الخراب يبدأ من هنا ومن هنا، فاللي بيعكس اللي هي الأخلاق اللي هي غير كريمة داخل المجتمع. لو احنا بنحكم ما بين طرفين لابد تكون قاعدة الحكم حيادية، حيادية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال معنا حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحابة في معنى الحديث ردوا قالوا له ايه؟ نعرف او ندرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كيف ننصره وهو مظلوما، فكيف ننصره وهو ظالما؟ فكانت الاجابه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان تكفه عن ظلم الناس. فبالتالي انا اكون محايد واكون مع الحق وليس مع الهوى، ودي ايضا قاعده من قواعد الاخلاقيات او اسس من اساسيات الاخلاق. ده انا عايز اتحمل قد ايه؟ الذي انا اتعامل فيها مع ابناء المجتمع كله. حياديا. يعني جاري حبيبي كل شيء، لكن سرق او قتل او زنى. فاحكم بالحق للمظلوم وان كان ليس جاري، وان كان ليس على ديني، وان كان من اعدائي. الله سبحانه وتعالى بيقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. من هو الاسير؟ والذي كان يقاتلني بالامس، والذي قد يكون على غير ديني وغير ملتي كان يقاتلني، لكن لابد حينما يصبح اسير عندي ان يطعمون الطعام على حبه، ان اطعمه على حب، وليس فقط لانها وظيفه ان انا حارس في السجن او ضابط في السجن أو إلى آخره. يبقى الحيادية دي مهمة جدا جدا جدا. نخرج منها أيضا للشفافية، ده جزء إن أنا إيه؟ لا أخاف أن أظهر أرقامي للمجتمع. لأن أنا وما أعمل في هذه الآونة أو في هذه الوظيفة أو هذه المهمة ملكا لهذا المجتمع. الذي يسألني من يوم أن توليت هذا المنصب أو هذه المهمة، كل فرد، أي فرد من أفراد المجتمع من المواطنين، ثم يسألني بعد ذلك أي مسؤول من مسؤولي المجتمع، ثم يسألني بعد ذلك أي شخص آخر سواء كان متبرع أو كان مستفيدين. يبقى هنا الشفافية بتحمي، تكون هي قاعده من اساسيات الاخلاق، ان انا ما ابقاش كذاب. لما هتكونش في شفافيه مش هكون في قاعده الصدق موجوده معانا. الشفافيه في كل شيء. الامر ده بيكون واضح لنا احنا، عدم وجود شفافيه بيؤدي الى انتكاسات داخل هذه المؤسسات وداخل هذه الاحزاب وداخل هذه الجماعات وداخل هذه الجمعيات. وليس لانك جماعة أو حزب له صفة ثقافية معينة أو صفة دينية معينة أنت فوق الشبهات. مفيش حاجة فوق الشبهات إلا أن يعلم المجتمع ماذا تفعل كشخص، وماذا تفعل كحزب، وماذا تفعل كجمعية أو مؤسسة إلى آخر. مظهرك العام وأنت مع الناس، حينما تعمل في العمل العام لابد أن تعلم أن من يدفع راتبك هو ذلك المرء أو ذلك المرأة أو الرجل أو الطفل أو الشيخ أو المريض الذي تخدمه. فلا تجرح مشاعرهم بشكلك. إنسان يروح مخيم من المخيمات أو يروح مركز اجتماعي من مراكز الأيتام والأطفال ولابس لبس شيك وحاطط ريحة و سرح شعره ونضاره مش زي دي نضاره نظر يعني بالعربي يعني نضاره بيرسل ولا ريبان، ما اعرفش النوع الجديد دلوقتي ريبان او حاجه زي كده، من الحاجات الجديده دي كلها
ومش عارف عامل لي سيطرة زي الايه الدوج والكات والحاجات دي كلها، ولا مبين ظهره من هنا ومشخشخ رجليه ومشخشخه رجليها. ترى مره في بعض البنات في كانوا رايحين حته في جنوب مصر اسمها شلاتين، ما اعرفش ده كان اسمه ايه افتكره، كنا قاعدين على النيل في مصر في 2011، والعمليه ليلت مجموعه كبيره من البنات والشباب، وكانوا بسم الله ما شاء الله مشخشخين في لبسهم، اكسسوارات والحجاب ابو قصه والحجاب اللي على الوسط والمش عارف ايه وحاجات شيك قوي. وقالوا احنا خلاص مسافرين بكره، رايحين فين؟ قلت لهم كنت انا ما اعرفش فين شلاتين دي. قلت لهم يعني هتروحوا ازاي؟ قال احنا زي ما اللبس عادي بتاعنا ده. قلت اللبس ده هتروح بشلاتين؟ ها؟ انت وهي؟ هتتعاملوا ازاي مع الناس اللي ما بتخش عندهم لا ميه ولا نور؟ هتجرحي مشاعرهم، هتعملي بينك وبينهم حاجز طبيعي. كلهم راحوا، مش بقول ما تلبسش لبس نظيف بس ما تلبسش لبس غالي، مش بقول ما يكونش ليك يعني ريحه جيده بس ما تحطش ريحه نفاذه وميك اب على وشك يا اخت ويا اخت انت وطالعين وحاجه توب مانجمنت بتتكلم عن، لا ما يكونش كده. فبعد كده هو طلعوا تاني يوم وعملوا ايه؟ لبسوا الشباشب بمصبع وجلاليب بيضة مش عارف ولا فساتين بيضة الى اخره، وشالوا كل الاكسسوارات وجم قابليني بعد اسبوع مش عارف ولا اسبوعين لما رجعوا مش عارف، كنت انا في جلسة كده من الجلسات وقالوا لي اه خلاص رحت مشيت بقى وقعدت مع الناس على الارض. قلت لهم بس ده كان ايه؟ احد الوصايا اللي وصلنا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي، وكان ده نهج الانبياء والرسل. سيدنا عيسى انما سمي مسيح انه كان يمسح الارض من اجل خدمه المجتمع، من اجل انقاذ المجتمع، من اجل انقاذ الامه اللي هو كان جاي علشان يعلمها كيف ترجع مره اخرى الى الله سبحانه وتعالى. يبقى المظهر العام مهم جدا. الجل اللي احنا بنحطه على ما ينفعش، كل الحاجات دي كلها مش عايز اتكلم فيها بالطريقه اكتر من كده. ان انا ازيل حاجز بيننا، شوف النقطه دي، ان انا داخلي ازيل حاجز نفسي بيني وبين الاخرين، انا اللي هده، انا اللي هده ليه؟ لان انا اتربيت صح، لان انا عندي نيه ان انا اخدم الفقير، فانزل اقعد معاهم، انزل اسمع لهم. يبقى اهم حاجه ان انا اجلس اليهم. ده ايه؟ في اساس السلوك المجتمعي لاخلاق هذا العام الاوزان، انزل اقعد على الارض اسمع لهم، مش اتكلم، مش اديهم محاضره، مش اوجههم بصباعي كده واصل انا جاي من كذا وانا جاي من كذا واديهم احلام ورديه مش هقدر ايه تعمل، لا انا بزيد كل الحواجز ولا اعطيهم اي وعود لا استطيع تحقيقها، لا استطيع اعطيهم حقوق لا استطيع تحقيقها. ازاله الحواجز بالابتسامه، ازاله الحواجز بتلعب مع الاطفال، ازاله الحواجز بان انت تقرب من الناس حتى يعتقدوا الناس انك منهم. ازاله لان انت خادمهم وانت هم بيدفعوا لك مرتبك من التبرعات اللي بتجي لك من ايه؟ من المانحين. ولا يعطي المانح المؤسسه اي شيء، او لا يعطي تعطي الحكومه الراتب لعضو مجلس الشعب او النائب او عضو البرلمان هذه الاموال من ضرائب المواطنين الا انه هيخدمهم. يبقى صاحب الحق على هذا الوزير وهذا المسؤول وهذا العامل في العمل الانساني هو مين؟ هو الفقير والمواطن. فلا بد ان ازيل هذا الحاجز، اسمع لهم، اجلس اليهم، ها، ابتسم في وجوههم، اشعر بالالام بتاعتهم. حينما يبكي انسان امامي لا بد ان اشعره بانني اتالم، أو أعيش القضية اللي هو عايش فيها، أو أعيش المحنة اللي هي عايشة فيها. زي ما احنا بنشوف هذه الأشياء في الممارسات اللي بتحصل في زيارة بعض الأماكن في الأحياء الفقيرة والعشوائيات إلى آخره. أخلتهم وعايشهم ده برضك يكون جزء من الأساسيات. أنا عندي الرغبة في المخالطة، عندي الرغبة في المعايشة. معايشة يعني إيه؟ يعني شوفوا هما بياكلوا إيه، بياكلوا عيش معفن ولا بياكلوا عيش مش عارف معجن ولا بياكلوا
اكل بيطلعوه من الزباله زي ما احنا بنشوفه ولا حاجه، وانا استطيع ان استشعر كيف ساطعم، ساطعم هذا الطعام، والذي يطعم هذا الطعام هو من يدفع لي راتبي. ده اساس من الاساسيات. لما الاقي ناس يروحوا ببعض صناديق القمامه وياكلوا عيش معايش مع عيش المعايشه بتاعت الراجل ده او المراه دي. انا كنت مره في العراق سنة 1996 كنا عاملين مشروع الأضاحي، وذبحنا حوالي أكثر من 650 خروف عشان نوزعهم في أماكن محافظات كثيرة جدا في العراق. وكان مساجد هناك في العراق كان ليها ساحات كبيرة جدا، جناين يعني حدائق. فاحنا بعد ما ذبحنا الخرفان كنت أنا نايم تحت المظلة بتاعت الإيه المسجد بره، فلقيت امرأة يعني بتبص يمين وشمال وفوق وتحت وخبية وشها وفي ايدها كيس بلاستيك كده وماشية في الأرض بتبص على أي حاجة. المرأة دي عرفت إن كان هنا في ذبح للخرفان عشان نوزعه، فحبت ترجع لأولادها بأي شيء تأكلهم. كان نفسها 96 مش 2016. فلقيت مصران او اللي احنا بنسميه المصارين اللي احنا بنعملها في مصر، اللي هي المنبار او الاخوه اللي بين ساعات بيعملوا حاجه اسمها عصبان من الكرش والحاجات دي كلها، فشلتها من الارض بترابها علشان وحطيتها في الكيس البلاستيك اللي هي فيه علشان لما ترجع لاولادها تاكلهم شيء اسمه حاجه من ايه ريحه الخروف. انا ما زلت اذكر هذا المنظر ليه؟ لان لم استطع ان انساه. انا ما شفتش وش المراه لكن شعرت بالم هذه المراه انها تريد ان تطعم ابنائها في يوم العيد شوربه يكون فيها حاجه اسمها لحمه او شبيه اللحمه او عظمه لقيتها في الارض. فهنا الشعور بالام المراه دي لا يعرفها احد الا الله سبحانه وتعالى، والسؤال عنها ده جزء من اساسيات الاخلاق. احنا يعني ما بنتكلمش دلوقتي عن اخلاق، احنا على اساس الاخلاق جاي منين؟ لكن لما انظر لامراه زي كده واحس بيها، اشوف رجل عجوز او بيحط ايده في صندوق الزباله بيطلع منه الاكل عشان ياخده، اعيش الالم بتاعه في اللحظه دي كلها. محدش هيشوفني وانا بعيش الالم، انا هعيش الالم داخل نفسي. الاستقلالية وعدم التسييس، العمل العام لا يسيس. لا يسيس من أجل فصيل اجتماعي معين. لا يسيس من أجل فصيل ديني معين. لا يسيس من أجل فصيل عرقي معين، لأنه عمل يخدم الناس كلها. سواء كان في العمل السياسي في منطقة من المناطق فيها كل هذه التشكيلات، أو في العمل الديني الاجتماعي في منطقة فيها ناس ليهم أديان مختلفة. ومن أجمل الأشياء اللي احنا كنا بنعملها واحنا بنشتغل في البوسنة، إن احنا بعد الحرب في سنة 2000 و2001 و2002 كنا بنبني البيوت مرة أخرى للصرب والبوسنويين في منطقة اللي هي حصل فيها المجزرة بتاع سربنيسا في 1995. كان جزء من البيوت اللي احنا بنيناها سر ورجعناهم في المنطقه بتاعتهم. واثناء الحرب كان عندنا مشاريع بنعملها للكروات والبوسنويين. كان توزيع مواد زراعيه وتوزيع ماعز وخرفان والات زراعيه الى اخره. فالاستقلاليه هنا بيكون قرارك السياسي من داخل المؤسسه. قرارك السياسي من داخل الحزب. قرارك السياسي من داخل الجمعيه. ما فيش واحد يبقى ماشي كده واحد بره المؤسسه بياخد القرار السياسي بتاعه. نرجع عشان نعمل النهايه، ان احنا بنتكلم ان الاخلاقيات لها اسس. تبدا بالايمان داخل هذه المنظومه. الشاب اللي بيفرح انه مش هيتجوز، والشابه اللي بتفرح انها مش هتتجوز وهتعيش حياتها، ها؟ ده شيء ضد الطبيعه. واللي عايز يتبنى او كذا او كذا في مجتمعات مختلفه شيء ضد
المؤسسات الدينيه، ايه دور الجامع ودور الكنيسه ودور المعبد في وضع اساس الاخلاق في افئده المواطنين والاعلام. من يعتلي سده الاعلام اذا كان هو غير عالم بالشيء؟ احنا لا ندير منافقين ولا ندير الكاذبين الذين يتصدرون الدوائر الاعلاميه ويكذبون على المجتمعات، والمجتمع نفسه بيحاول يضع كثير من الاساسيات. كل هذه الاشياء احنا بنتكلم عنها. رجع بقى الورقه الصوره بتاعت الشجره او اللي قبلها. الصوره دي مهمه جدا نفهمها. احنا بنتعامل مع مشاكل لونها احمر واكثر من هذه المشاكل في وسط مناخ نتحكم فيه، فلا بد ان نعرف كيف يصنع القرار داخل كل الدول في العالم. ثلاث نقاط ذو القدر هم الذين يصنعون القرار والتوصيات والقوائم. لكي نستطيع من خلال هذا المناخ الصالح او الغير صالح ان نحارب الجهل والفرق او الفقر والمرض والتطرف، تطرف الاكستريميزم اللي هو الراديكاليزم، الايسوليشن اللي هو الانعزال والارهاب الى اخره. قاعدين بنحارب في عدو اسمه ارهاب، مش عارفين ليه، مش عارفين ايه، مش عارفين اللي هو تعريفه ايه. وكذلك النزاعات المسلحه زي ما احنا شايفين القضيه في سوريا او القضيه في ليبيا او القضيه في اليمن او القضيه في العراق او القضيه في ميانمار او القضيه في جنوب السودان او القضيه في الكونغو الديمقراطيه او الى اخره. والتغير المناخي اللي بنتكلم عنه ده اللي جزء منه اللي هو فساد الاخلاقيات لكبار رجال اعلام الاعمال والاقتصاديين اللي هم افسدوا الصحراء وافسدوا الخضراء وافسدوا المياه. ده ايه المناخ اللي عم نعمل فيه. اما نرجع للشريحه الاولى خالص اللي حطيناها في الاول، هو هذا انت ايها الانسان. مجموعه من الاسس الاخلاقيه التي زرعت فيك منذ نبتتك الصغيره داخل الاسره اخرجت لنا كل هذه الثمار الطيبه او الثمار الفاسده. الاخلاق. يعني اتكلمنا كل كلامنا اليوم كان على الخط ده اللي تحت مش اللي فوق، اللي تحت. فكيف يصنع الاب والام والخال والخاله والمدرس ورجل الدين ورجل الاعلام وقيادات المجتمع يضع كل هؤلاء اساسيات الاخلاق داخل افئده المواطنين؟ شكرا. و جزاكم الله في اي حاجه عندك؟ في ثلاث اسئله. اتفضل. هل العمل على اساس التكسب واكل العيش يسيء للفرد؟ لا طبعا. انا عايز اشتغل تاجر، اشتغل محاسب، اشتغل مهندس، ايه الحرام فيها؟ طالما هي شغله شريفه دي نمره واحد. نمره ثانيه، هل انا عايز اشتغل في عمل انساني ده عشان اكسب؟ مش حرام. بس انا بقى اقول لي حاجه، في قاعده بعد ما احطها، انا هوظفك عندي كمحاسب او كاعلامي او كمراجع قانوني او كمسؤول مشاريع، وانت بتاخد المرتب ده حلال عليك، لكن استشعر ايه الناس الغلابه اللي انت بتعتقد او بتؤمن انك بتخدمهم. تمتع بمالك لكن في نفس الوقت اجعل عملك يجعل هؤلاء الناس يتمتعون بحياتهم ايضا، لكن مش حرام، ليس حرام على الاطلاق. الحرمه فيه ان انا اخذ المال كمرتب ولا اعمل به. يعني كان في نقاش بيني وبين بعض الشباب هنا في بريطانيا على اللي هو مدى الاستجابه اثناء قصدنا في قضيه حلب من 4-5 اشهر. فازاي ومش ازاي وعطله السبت والحد ومش عارف عيد القيامه ومش عارف ايه الحاجات دي كلها. قلت لهم شوف يا ابني، انت جيت على وصف وظيفي خلاص؟ خدت مرتبك وانا بقول لك حلالك، لكن انا بقى بقول لك زي ما انت خدت مرتبك ده اديني الحته ساعه الطوارئ. ما تجيش تقول لي ساعه الطوارئ والناس بتموت وانت خدام للي بيموت ده، خدام للي بتغتصب دي، خدام للي بيشرب ده،
خدام من بتوعك عرض ده، هتقول لا انا واخد اجازه، هنا تديني حقي، لكن ده حلال. الحرام بقى انك ما تدينيش حقي في وقت الكارثه. الثاني سؤال من محمد بيقول: ما هي الاليه التي تقترحونها لايصال المساعدات للمدنيين في حلب المحاصره في ظل العجز والشلل التام لكل مكونات العمل الانساني؟ لا، في هناك مع كل هذه المشاكل الا ان في مجتمع مدني نما في حلب ونما في اماكن كثيره جدا في سوريا. ولا تعتقدوا ان السوريين مجموعه من المتخلفين، ولا تعتقدوا ان الفقراء دول ما عندهمش القدره على التفكير وعن العمل. هم حلب وصلت في يوم من الايام من سنتين لانها اصبحت الناس تستثمر فيها اموال، واصبحوا يصدروا بعض المنتجات بتاعتهم لخارج سوريا ولمناطق اخرى. اصبح في بعض اصحاب رؤوس الاموال من السوريين وغير السوريين يستثمروا فيها حاليا. واحنا بنتكلم في اماكن محدش قادر يشتغل فيها، لكن في اماكن اخرى الناس تعمل فيها، في جمعيات تعمل من خلال المؤسسات الدولية الكبرى زي الأمم المتحدة وغيرها، مع عجز هذه المؤسسات في كثير من الأحيان لأن حاجة شديدة جدا، لأن في أثناء اللي هو الاير سترايك بنسميها ايه، اللي هو القذف الصاروخي الجوي او الحاجات دي كلها، مفيش حد، مفيش اي عمل يقدر يشتغل. لكن مع ذلك في ناس بتموت، ومع ذلك في ناس بتضحي بحياتها وبتضحي بجزء من جسمها واعضائها واموالها وراحتها الى اخره عشان يوصلوا دي. فلا تيأس، في جمعيات هناك شغاله على المستوى السوري المحلي، في جمعيات هناك شغاله من الاردن ومن لبنان ومن تركيا، و بتؤدي هذه الخدمات للناس. واحنا بنتكلم دلوقتي انا متاكد ان في الاف وعشرات الاف من المتطوعين في كل دول العالم بيحاولوا يدخلوا مثل هذه الايه؟ المساعدات، لكن الا ترى المنظر السياسي الاعلامي وتحبط ابدا. حذاري ان يحبطك قتل طفل هو شهادته عند الله سبحانه وتعالى، اما عليك انت ان تحول غضبك الى عمل، حول غضبك الى عمل، وعمل بناء ايجابي، ليس عمل انفعالي يعني بنسميه ايه، تدميري. السؤال اللي بعديها فيش في مداخله بس من الاستاذ نضال علي بيقول: شروط العمل في القطاع الخيري في اطار الايه يا بني ان خيرا من استاجرت القوي الامين. القوي، شوف ربنا سبحانه وتعالى اتفضل، دي مداخله يعني اهو. لا، ما هو الحته دي مهمه جدا، لان دي في بعض الجمعيات احنا بنهتم بالامين، خاصه الجمعيات الدينيه. هات الاخ ده علشان هو ايه يعني متدين، سواء كان مسلم ولا مسيحي ولا اي حاجه، هات الاخت دي عشان مش عارف لابسه ايه، او دي ما تجيبهاش عشان مش لابسه ايه. لا، ربنا حط في دي قاعده، وحط القاعده الاولى هي القوه. ليه؟ لان هذا العامل سواء كان في العمل السياسي او سواء كان في العمل الاجتماعي او سواء كان في العمل الانساني، هذا الشخص قوته للمجتمع وامانته على نفسه. فاحنا ازاي سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لك ايه؟ اللهم اني لا اشكو اليك عجز التقي ها وجلد الفاجر. لكن ما قالكش ان الفاجر ده مش قوي. فربنا قال لك القوه، قوه للمجتمع، القوه. فلابد واحنا بنوظف الموظفين عندنا ننظر الى القاعدتين مع بعضهم البعض. من هل انت دلوقتي بتقول لا انا لازم عايز اوظف كلهم مسلمين؟ طب ما ممكن يكون في ناس غير مسلمين اكثر كفاءه من المسلمين، يبقى انت حرمت المستفيد من الكفاءه العاليه الموظف. وده اللي احنا عملناه من كام 25 سنه في الاغاثه الاسلاميه. كان عندنا اول موظف ما كانش مسلم، ها، كان في سنه 5 من 20 سنه، كان في سنه 94 ولا 95 او اخر السنه، بس مش فاكر التاريخ ايه بالظبط. لان عنده كمان احسن مدير اعلامي جه للاغاثه الاسلاميه كان ادرب، وجي وكان الله سبحانه بعطينا قبل 11 سبتمبر. يعني مثلا كان دلوقتي ايه من حوالي 18 سنه، كان هو رئيس ايه؟ كان هو رئيس قطاع الاعلام في مؤسسه انسانيه ذات صبغه دينيه اسلاميه. فاحنا خدنا ادرب
لانه كان راجل مهمه وكان راجل قوه يعني، كان بيروح يعني راح افغانستان وراح الشيشان وراح كل الحاجات دي كلها وعمل حاجات جدا لانه كان مهنته كده. وبالك فلذلك القوي ده قاعده والامانه قاعده اخرى. اذا وجدنا الاثنين في شخص واحد يبقى بها ونسلم بها، وان وجدنا القوه فالامانه احنا بنحاول نضع لها قوانين مختلفه. الامانه تيجي ازاي؟ بتيجي انك بالصرامه في الرقابه والصرامه في صرم الاموال، افساف الاموال والمتابعه. اذا كان المكتب الرئيسي اللي عندك غير قادر على المتابعه فكل هيفسد. اذا كان رب البيت بالدف بالدفي ضارب تربن تنتن فشيمه اهل البيت ايه رخص يرفع نقص ممكن نرقص في راس شيك وراس غير شيك وسرقت ايه مش عارف ايه. فده بالنسبه للقوي الامين. في حاجه ثانيه؟ طب نشكركم وان شاء الله الاسبوع الجاي ايه نتكلم عنها باللغه الانجليزيه ان شاء الله. اخيرا في حاجه عايز اقولها كانت انا شفتها، في مغني من المغنيين وقع بيه طياره في باكستان اسمه جنيد. كان في احدى المؤسسات اللي هي عامله هنا جوله كبيره للمغني ده، كان احد المغنيين فيها. كانوا هيتكسبوا مجموعه تبرعات من قرابه نص مليون او اكثر من نص مليون جنيه استرليني في خلال شهر ديسمبر. وكان فالقرار اللي جاي من المؤسسه دي النهارده اسمها الاغاثه الاسلاميه لغت الحفلات كلها. وقد تكون خسرت بعض الاموال في حجز القاعات الى اخره احتراما لقدسيه وفاه هذا الشاب اللي كان جاي يغني لهم في الحفلات اللي كانوا عاملينها في شهر ديسمبر في بريطانيا. اما ننظر لهذه الاشياء احنا ان صح في شيء كان هيتعمل، لكن الرساله هنا توصل لمين؟ ان هذه روح لابد ان تحترم ولابد ان نحزن عليها. واشكركم وان شاء الله نقابلكم الاسبوع القادم في نفس الكلام باللغه الانجليزيه لاخواننا اللي هم لا يتكلمون اللغه العربيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.